بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المثال التاسع، اقرأي أستاذة سوارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما المثال التاسع، تاسيا هذه الجملة، ليس انظري إلى الشاشة. ماشي تنقري تطول ألف أف أف الفاكهة ألف كلا في الفاكهة ناتجات ناضجة ناتجة الفاكهة ناضجة. ما معنى الفاكهة أستاذة سوارة؟ الفاكهة الفاكهة ميوة ناضجة ديجانا بشكان. ميوة بشكان نعم. لا اقرأي الجملة التالية. كينغ سلم نعم. ليس ليتل ليس الفاكهة ليتل ليتل ليت صدق ليت الفاكهة ناتجة نعم. بو ميوة بشكاني ماس يو ليت ديجان قانيد شويت كي قانيد ميوة بشكاندا قانيد ميوة بشسا كندا بس ليت. حرف التمني والترجي. أرزو أميد قلش أنا قاسة حرفة قاني داش برنامج بوساد بأرزو قلامسكو وشنقة معنى بلدرادة. ليت الفاكهة ناضجة. من أخواتي إن نشيري لاردان تنصب المبتدأ وترفع الخبر. مبتدعنا منصوب قلادة وخبرنا مرفوع قلادة. مبتدأ عند فتحة لبولاد بخلاف كان وأخواتها. كان ونشري لاردة نتسكر سبولادة إن ونشري لاردة. الفاكهة اسم ليتا منصوب بالفتحة ناضجة. خبر ليتا مرفوع بالضمة. هكذا نقرأ. مثال عاشر، اقرأي أستاذة مقدس. القمر طالع. أي كتر الجان. ليت القمر طالع. ليت القمر قمر طالع. شاید كي أي كت شنو قامستوس؟ طالع كتر الجمس أنا قا شولا شقان كورن بترجان. ليت شاید كي مستوس؟ القمر طالع ديانا طول نايم دمي مزو طول نايم بدركو طالع البدر باركو شتم أنا قداس على وتم أي كورن ده دبيت شد ده بيا مرمز محمد صلى الله عليه وسلم جنسبة تيت وتكمل شد. القمر طالع النام خد شنقة أي كورن ده دبيت أمس طالع النام كورن جان بارلا جان بارلاب كورن جان كورنش ته أي كورن ده ها بارلاب كورنش نور ساچ كورنش. شنده ليت القمر طالع بوسو شنده شاید كي اي كورن
Ko'rinsa bo'ladi, endi orzu qilsak deyapsiz, bo'lsa. Ko'rinsa. Ko'rinsa, koshki. Ha, ha. Shoyatki oy nur sochib ko'rinsa, porlab ko'rinsa. Al-qamaro ismu layta mansub bil-fatha tali'un khabaru layta marfu' bil-dhamma. Al-misal al-hadi ashar. Ustaza Madina. Al-kitabu rakhisun. 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 La'alla al-kitaba rakhisun. Naam. Rakhisun ya dostum. Arzan, arzan. Kitob arzon, shoyatki, la'alla nima bo'ldi? Koshki. Koshki, koshki, to'ppa to'g'ri, koshki. Koshki kitob arzon bo'lsa. Al-kitaba ismu la'alla mansub bil fath. Rohisun. Xabari la'alla marfu bizon. Bidomma. Bidomma. Nam. Ano, ustoz, kanan ahovatlarini fe'li noqis dedik. Bularni nima deymiz unda? Layta, la, nima la, innan. Bular harflar, bular harflar. Bular harf bo'ladimi, ha? Nam. مثال حادي الثاني عشر اقرأي دلنازة المريض نائم كسل درما لا يبدأ خلاجان يوكي لا يبدأ كسل خلاجان رضا نائم علاقة شون كسل خلايبت يو علاقة شون ماس كاش كيد كسل خلاسة كاش كيد كسل خلاسة المريض مريضة اسمه لعلة بالفتحة نائم لا بالضم o'chib qoldimi? Dilnoza, siz harakat qilmadingizmi o'qishga? Eshitilmadi ovozingiz. Ha, o'qishga harakat qilmadingizmi deyman? Hozir zapiska qotdi. Dilnoza aka muqaddas pa zapis ketyapti biz dars mavzudan tashqari chiqmasligimiz kerak. Ahsanti Dilnoza, a'taziru kuntu ujib li avladi. Bolalarimga javob beryaptim. Ko'chaga chiqib ketishyapti, demana ruxsatsiz. Adas yo'la yo'q. Kechqurun chiqishiga o'shanga baqirib yotdim chiqmalaringni. Uzring. Mayli. Toyib nabda u qiroat al-bahs. Man yaqra'u hadha al-mawdu'? هيا نقسم بيننا كم طالبة هنا أربع طالبات نعم أربع طالبات لذلك نقسم النص البحث إلى أربعة أقسام إبدائي أستاذ يو سيور بمعنمش أخوامي لي أخاليرم كله buni ba'zi joylarda harakat yo'q-ku, menimcha qomilda. Ibdai ustoz muqaddas. Aha. Bismillahir rohmanir rohim. Kullu misalin fil qismil avvali yata'allafu min mubtada wa mubtada'in mana in va mubtada'in va xabarin. وهما مرفوعا كما علمت وإذا نظرت إلى القسم قسم الثاني
رأيتال أمثلة نفسها بعد أن دخل على كل منها أحد أحرف إن أن كان لكن ليس لعل. وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذه القسم في هذا القسم ليس ما سلايت دي ليس دي حتى وجدت اسم أولي اسم الأول اسم الأول منصوبا منصوب منصوبا منصوبا في كل أمثلة واسم الثاني واسم والاسم الثانية والاسم الثانية مرفوعا في في جمعها جميعها جميعها والذي أحدث تمام حتى هنا كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر برنشي قسم ديجي خاربر مثال برنشي قسم ديجانا القسم الأول الجمل التي من اليمين أمتمان ديجي جابلا برنشي قسم مبتدأ وخبر دان تشكيل توبادة وهما مرفوعان كما علمت بلغانين ديك وكسي يعني مبتدأ وخبر كلويا مرفوع در أنا مرفوع بلغانين ديك وإذا نظرت إلى القسم الثاني ورأيت الأمثلة نفسها بعد أن دخل على كل منها أحد الأحرف إن أنك أن لكن ليت لعل لا عند ikinci kısımda ikinci kısım el cümel elleti mine şimal çap taraftigi gaple bulege mana bu harflerden bir ortası mana bu harfler kaysılar inne anne ikkeloyam albatta digen mananı bildiradi ka anne huddinki tufidu teşbih okşatışını bildiradi lakinne tufidul ihsa أجرتشنو بلدرادة ليت للتمني لعل للترجي أرزو أميت بلدرادة ليت لعل من شو حرف لدان برور تسكر جنان كيجن أن دخل على كل منها شاب تراب تيجي جاب لأن خار برقى من شو حرف لار كر جنان كيجن أجر قرسان İkinci kısım diye, bana şu mübteda ve haber ki, ra'ay telem silete nefse ha, kuddu şu misallarını koresen. Ve ize teamelte avakhiral esmai fi hazel kismi. Ve bana şu çap taraftaki geplede, ikinci kısımda yani, şu misallarını, ahırını teamul kılsın, oylap korsin eğer sözlerini, ahırlarını, isimlerini, ahırlarını. Ve cettel ismel evvele mansuban, برنش اسمنا يعني بزي مبتدا برنش قسم ده مبتدا مرفوع بوغان اسمنا يعني برنش اسم منصوب فتحة لخول ده وجدت توبسن في كل لمس التي خارب التمثال ده والاسم الثاني مرفوعا في جميعها وبرش مثال ده من شو چپ طرف دیگه ikinci قسم دیگه همه گپ لده مبتدا و منصوب خبر نیست مرفوع حال ده تو پسند دیده استاد مدینه اقرایی والذی احدث هذا التغییر هو دخول الاحرف أحروف ال متقدمات فهذه الأحروف إذن تدخل على المبتدأ و خبر
تزب خبرين فتنسبول فتنسبول أولا ويسمى اسمها اسمها وترفع ثانية ويسمى خبرها وإذا تدبرت معاني هذه الأحرف الستة في أمثلتها وجدت إن وأن تفيدان توكيد ثبوت الخبر للمبتدئين ثبوت الخبر للمبتدئين. فهمتي؟ الآن نترجمه. والذي أحدث هذا التغيير عندما نشوء وزجارش نصادر قيان نارسة هو دخول الأحرف المتقدمة. متقدمة ديانا ما ديانا؟ أوتكان ديانا. تبدا أوتكو خارف له. تبدا أوتكان خارف لارنين دخول نماسة؟ كرشة. كرشة وش جاب لنا باشجة كيف خوشل يعني دخول دي يعني باشجة كيف خوشل شن دي لما دي مي بوز جارش صادر قيان نرسة أحدث هذا التغيير دي يعني شو أوز جارشنا تغيير أوز جارش دي يعني أحدث قلجان أحدث ينجي بايدا قلد yarattı diye manolarını hem bildiredi ahdisi bazı da bu yengi payda bir neme yoğunarsan bu megenarsan yengi payda kılışam ahdisi deyledik şu an şu uzgarışını payda kılgen dip tercüme kısa boledi şu uzgarışı payda kılgen yok ki kılgen disegen boledi şu uzgarışı kılgen narsan imeyken tepada o'zgarish harflarini gapni boshiga kelib qo'shilganligi. Fa hazihi al-ahrufu izan tadkhulu ala al-mubtada'i wal-khabari. Shunday ekan, mana bu izan bu yerda shunday ekan degan ma'noni bildiradi. Demak, bundan kelib chiqib biz bitta narsani tushunishimiz kerakki, bu harflar nimaga ya'ni nimadan oldin kelarkan bu harflardan keyin nimalar kela olarkan? Mubtado kelmaydi-da hech qachon. Jumla ismiya keladi, ism keladi harflardan keyin. Ha, mubtado va xabar ni boshiga kelib qo'shila olarkan faqat bu harflar. Fe'ldan oldin kelmas ekan. Biz shuni bilish, shu narsani butdan shuni o'rganishimiz kerak. Tushunishimiz kerak. Demak, bu harflar mubtado va xabarga anaqa qiladi tadxulu kiradi boshiga kelib qo'shiladi va tansibul avvala va yusamma ismaha va birinchisini ya'ni mubtadoni mansub qiladi va uning ismi deb ataladi mubtado deb atalmaydi-da uning ismi ya'ni nimani ismi anaqani любой mana shu harflardan birortasini ismi deb ataladi qaysi biri kelib qo'shilgan bo'lsa va tarfa'u sani va yusamma khabaroha va ikkinchisini ikkinchisi nima ikkinchisi deb nimani aytyapti xabar dedi usta xabar aytyapti xabari esa nima qiladi marfu qiladi va u xabar o'sha harfning xabari deb ataladi shu harfning xabari deb ataladi خوش كيجن وإذا تدبرت معاني هذه الأحرف الستة في أمثلتها وجدت إن وأن تفيدان توكيد ثبوت الخبر للمبتدأ عندما حرف لنا سجى معنى لارنا تشنترب برادة توكيد ثبوت الخبر للمبتدأ خبرنين مبتدأ وشن صابت إكان لجنة تأكيد لشنة تفيدان bildiradi. Inna bilan anna nimani bildirarkan? Tufidan degani bildiradi degani. U tufidani ikkisi bildiradi. Ikkisi deb nimani aytyapti? Ikkisi deb inna va annani aytyapti. Eshityapsizlar? Ha, eshitaman. Inna va anna ikkisi nimani bildirarkan? Tufidan. Mubtado xabarni sobit turishi. Faqat mubtado xabar emas. Xabarni
Mubtada uchun sobit ekanligini ta'kidlashni bilmadi. Aniq mutaakkid xabar mubtada uchun sobitligini. Xabar hamma narsa bo'lishi mumkin, deb o'sha mubtada uchun aytilayotgan xabar aniq sobit, ya'ni shak shubhasiz, albatta mutaakkid ekanligini bildiradi inna va anna. Ya'ni buni qisqacha qilib men aytganimdagi inna va ana anna li ta'kid deb aytardim men oldin ham bu narsani aytganman darsingizlar oldiga kelib qatnab o'qigan paytingizda ham mana shu inna va annani o'tgan edik faqat unda boshqa kitobda o'tdik inna va anna li ta'kid deb yoziladi mana bunaqa o'zingizlar uchun qisqa qilib eslab qolish yo'lida masalan men shunaqa ta'kidlash uchun. Haqiqatda deb ishlatamizda, yana ta'kidlanadi. Devadigi. Ta'kid. Inna va anna li ta'kid. Inna va anna ta'kid uchun, ya'ni ta'kidlash uchun. Faqat farqi inna gapi boshida keladi, anna gapi o'rtasida keladi. Qanday shunaqa bo'ladimi? Arab tilida aytganda inna lil jumal al istinafiyya. Yangi boshlangan gap uchun. Undan oldin gap o'tmaganda, u gap istinafiyya degan yangi boshlangan gap. Ma'noni masalan biror bir qissa Qur'onda ham mana har xil voqealar keladi, ketma-ket. Masalan bir voqea tugadi, keyingi voqea boshlanganda jumla istinafiyya yangi gap. Ana o'shanda inna bilan boshlasa bo'ladi, lekin anna undan oldin o'zidan oldingi gapga bog'liq bo'ladi. Gapni o'rtasida ham keladi. Xuddi ko'rinishdan gapni boshida turganga o'xshaydi, lekin u gap o'zidan oldingi gapga bog'liq bo'ladi. Hali gap tugamagan bo'ladi-da, bir narsa haqida gap davom etayotgan bo'ladi. Gap o'rtasida kelsa nima ma'noni beradi, ustoz? Bu ikkalovi ham ta'kidni bildiradi. Ya albatta degan ma'nomi o'shanda? Ha. Anna ko'pincha ekanligi, albatta shunaqa ekanligi, ni deb chunki o'zidan oldingiga bog'liq bo'ladi-yu. Inna albatta shunaqa. Chunki yangi gap boshlayotgan bo'ladi-da u. Lekin anna o'zidan oldingi gapga ham aloqasi bo'ladi. U narsalar keyingi kitoblarda ham o'tiladi inshaalloh. Hozir bu narsalarni maydalab ana qilsam, Sevara opa, Madina opa yoki Muqaddas opalarga anaqa bo'lishi mumkin. Vaqtim yetmaydi. Xo'p, demak inna va anna li ta'kid. Endi keyingisiga o'tamiz. Iqro va akmili dilnoza. Mana va'dan boshlaymi va annadan? Na'am. وكأنه تفيد تشبيه تشبيه هل تفيد تشبيه هل تفيد تشبيه هل مبتدأ بالخبر ولكن تأتي للاستدراك وهو منع السامع سامعي منع مضاف سامعي منع السامع من فهم شيء غير مقصود غير مقصود بلد مقصود وليس تدل على تمني حصول الخبر ولعل تدل على رجاء وقوعه وتمني يكون على رجاء وقوعه وقوعه وتمني يكون عادة لأمر بعيد الحصول حصولي بعيد الحصول بعيد الحصول أما الرجاء
فيكون عادة في الأمر أمر الفريبة قريبة الوقوع وقوعي. نعم. وكأن تفيد تشبيه المبتدأ بالخبر. كأن ما تفيد ديان ما ديان ده؟ بلدرادم. مالديس بلدرادم. نما أنا بلدرادم كي تشبيه المبتدأ بالخبر. مبتداني خبرجة. خبر. تشبيه. تشبيه. ديان مالديس أخشاش ديان. يازي مي ياز مثلا بلورادم. ياز مثلا بلورادم. O'xshashini. O'xshashini bildiradi. Endi buni qisqa qilib nima deymiz? Ka anna lit tashbih deymiz. Nima derkanmiz? Ka anna lit tashbih. Lit tashbih. Anna تأكيد كأن للتشبيه للتشبيه شنو هكا قلبي يسلب قولي الاسلام كأن للتشبيه جيد عند كينجس ايروب لكن لكن ما ديسس يو يو ایراب لگن دشیر یوق لیکن اسلب قصیز اوزیز گه معنی آنه چونه شیز آسان مونه ها چونر لیکن تاتی لیل استدراک و هو منع سامعین فهمی شیئین غیر مقصودین قصد قلم مگن نرسانه چونه بقالشدن توسش اشتوچه گپ لیشتگن آدم منع سامعین اشتوچه نتوسش استدراک نمه دسه استدراك شنو خنرسكي منع السامع من فهمي شيء غير مقصود حصر دبا ما تشهد بونو بعض نحو شنو سؤالم له چه گرلش تختتش مشنقه لیکن لیکن بونو سمو نقمه از چه اجرت وات ده خمه سن مثلا بیت نرسه دب چون قومی ها شنو قیو لیکن مونو سمو نقمه از اجرتش شنرسه استدراک دبم اتلاده ایشتگان آدم قصد قلم مگن نرسن چون قلشدن توسش این دشونده لیکن نه لیل استدراک دب اسلاب قلمس لیکن نه لیل استدراک لیکن نه لیل استدراک خوش كينجس ليت تدل على التمني على تمني حصول الخبر خبرنا حاصل بولشنا أميت قلش تدل أميت قلش كي دلالة قلادة ليت للتمني للتمني ليت للتمني لعل للترجي عند تمني بلان ترجي فرق وزبيت لده فرق يو أرزو أميد ديگن ده بزه أرزو أميد سينونيم صفات ده إشلت لده تمني بلان ترجي وزبيت لده أرزو أميد تمني أميد ترجي أرزو دیگه تو چنی راه ولی که اوز بیت لده بو نرسله بیت چونه امس تو رو مه ارزو بلن لیکی عرب تلده بر بردن فرق قلده نمس بلن فرق قلرکن مثلا تمنی دیگه نه بزه عرب تلده سوزلشوده جده که پیشلت امس بونه اتمنى لکم الخیر سوزگه یخشلیکن تلیمن امید امید بوشنق امید کی
Qur'onda masalan kelganda asosan suhbatda so'zlashuvda u farqi uncha katta e'tibor berishmaydi, ishlatilishadi-yu, lekin Qur'onda layta ishlatilishi va la'alla ishlatilishi la'alla hosil bo'lishi mumkin bo'lgan narsaga ishlatiladi, layta esa hosil bo'lishi mumkin bo'lmagan umidga ishlatiladi. Mana layta xabarning hosil bo'lishini umid qilishni bildiradi, la'alla xabarning voqea bo'lishini, sodir bo'lishini orzu qilishni bildiradi. Endi farqi nima? Xuddi mundo eshitganingizda bitta narsaga o'xshaydi, chunki o'zbek tilida biz orzu bilan umidni bitta narsaga ishlatamiz. Endi bu yerda farqini tushuntiryapti. Va tamanni yakunu adatan, odatda tamanni, ya'ni umid qilish arab tilida de bu, xossatan Qur'onda. Iste'molda ham unaqa katta farqiga e'tibor berishmaydi. Layta, la'allani ishlatishadi. Laytani aytmasa ham atamannani ishlatishadi orzu so'ziga. Lekin Qur'onda ishlatilishiga ko'ra tamanni li amrin ba'idil husul. Hosil bo'lishi juda ham uzoq, amri mahol bo'lgan. Hosil bo'lishi ehtimoldan yiroq bo'lgan narsalarga ishlatiladi. Tamanni, ya'ni umid. Umid qilaman, lekin umid qilaman, lekin u bo'lmaydigan narsaligi bilib turib umid qilaman deyishda layta ishlatiladi. Xuddi masalan Naba surasida ya laytani kuntu turobanda layta ishlatilgani. To'g'rimi? Qani edi tuproq bo'lib ketsam, umid qilyapti tuproq bo'lishini, lekin tuproqga aylanmasligini biladi. Kofirlar aytadi. Va yaqulul kafiru ya laytani kuntu turoba deb. O'shanda demak uni tuproqga aylanmaydi bab. Bu bo'lmaydigan narsa. O'shanga layta ishlatildi. Va masalan Kahf surasida va la'allaka bahi'un nafsaka la'al la'alla o'zi iste'molda ham la'allaka bixoir yaxshimisan degan ma'noda. Yaxshisan deb umid qilaman. O'zbek tilida umid, orzu etaman ishlatiladi. Keluvga ham umid qilaman deb ishlatamiz tarjimada. Lekin arab tilida, xossatan Qur'onda farqi bor. Lekin iste'molda unaqa katta farqi yo'q. Iste'molda ko'pincha la'alla ishlatiladi. Orzu so'ziga ham, umid so'ziga ham la'allaka bixoirsa yaxshisan deb umid qilaman deydi. Kim orzu qilmoqchi bo'lsa ham, orzu qilamanki qani edi mamnaqa bo'lsa deganda ham unda ham la'allani ishlatiladi. Faqat kitoblarda asosan Qur'onda va yana boshqa kitoblarda buni farqi sizga uchrashi mumkin. Amma roja u endi orzu esa yakunu adatan fil amril qoribatil vuqu. Voqe bo'lishi, sodir bo'lishi yaqin bo'lgan ishlarga odatda ishlatiladi roja, ya'ni orzu. Tushundinglar ham farqini tushunmagan bo'lsanglar ham hech qisi yo'q. Sizlar tushunishingiz kerak bo'lgan narsa mubtado va xabardan oldin inna, annaka, anna, lakinna, layta, la'alla, la. La'ni hozir o'tmadik, lekin la ham bor. La nafiyatun lil jins, uni keyingi boshqa kitoblarda ham, shu kitob keyingilarda ham o'tamiz inshaalloh. Lekin asosiysi mana shu 5 ta harfni eslab qolib 6 ta mana shularni eslab qolib, shular mubtado va xabardan oldin kelsa, mubtadoni mansub qilish kerakligini tushunsanglar bo'ldi. Va mana bu narsani yodlab olishingiz kerak mana shu narsa. Inna va anna lit ta'kid, ka anna lit tashbih, lakinna lil istidrok, layta lit tamanni, la'alla lit taraji deb eslab qolishingiz kerak. Xo'p, endi uy vazifalar. Al-qoida. Iqro'i ustoz Sevara, al-qoida. Inna va na o'qirimiz. Va kanna va lakinna va layta va lal la
تدخلوا 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 على 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 ال على المبتدأ على المبتدأ مبتدأي و والج وخ خبر خبر على المبتدأ والخبري خبري مبتدأي وخبري وت فتح فتن سيبو فتن سيبو فتن سيبو مبتدا مبتدا و يسمى ما يسمى ويسمى اسمها ويسمى اسمها وترفع ترفع الخبر ترفع الخبر ترفع الخبر خبر 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 ويسمى يسمى يسمى خبر يسمى خبرها يسمى خبرها نعم إن وأن وكأن لكن ولكن وليت ولعل تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها إن أن كأن لكن ليت ولعل مبتدأ وخبر نين باشي كيلب خوش لدب مبتدأنا مرفوق لدب mubtado mana shu harflarning qaysi biri boshiga kelib qo'shilgan bo'lsa o'sha harfning ismi deb ataladi va xabarni marfu qiladi va o'sha xabar shu harfning xabari deb ataladi. Bu qoida esingizda qolsin. Tamrinat lil wajibil bayti. Bayyin kull ismin va xabara. Bayyin kull ismin وخبر لأن وأخواتها في العبارات الآتية. ويدي جابلر إبارالر دي إن وون شيري لارنا اسمه وخبرنا بيان قل هربر اسم وخبرنا بيان قل نترجم كما فعلنا هنا في الأمثلة في بداية الموضوع نترجم ونكتب أين اسم وأين خبر لهذه الحروف أخوات إن إن ونشيري لارنا اسم قايس بر وخبر قايس بر لجن إيه تامس خد مثال لدق جانو زدك وظيفة ثانية أدخل إن على كل جملة من الجمل الآتية واشكل آخر كل كلمة فيها quyidagi gaplarni har gapladagi har bir gapga innani boshiga qo'y inna qo'ygan har bir gapga va so'zlarni oxirisidagi harakatlarni to'g'irla va shukul axiro kulli kalimatin har bir gapdagi so'zni oxiriga harakatini to'g'irlagan deyapti demak shu qisqa qilib aytganda gaplarni oldiga inna qo'yasizlar harakatlarni to'g'irlaysizlar ترجمة قلسلة. وظيفة ثالثة أدخل ليت على كل جملة من الجمل التي تشكل آخر كل كلمة فيها. عندي ما بقولت تجاب كي لعل ليت أنا قوير كاسلة. وينا سوز لعنا آخر جه حركة تطور للكاسلة. وظيفة رابعة وفي كل الجمل نترجم نترجم الجمل نضع حركات الأخيرة نصحح الحركات بعد ذلك نترجم كل جملة أدخل لعل على كل جملة من الجمل الآتية واشكل آخر كل كلمة فيها
quyidagi 6 ta gapni har biriga la'allani qo'yar ekanmiz gapni boshiga va so'zlarni oxirsiga harakatlarini to'g'rilar ekanmiz va tarjima qilasizlar. Vazifa xomisi ضع حرفا مناسبا في المكان الخالي من كل جملة واشكل آخر الاسمين بعده. من بو گپلانی هر بر دیگه بوش جایگه مناسب حرف قویر کنسله و اوندن که اینگه سوزلانی حرکتنی توغرلر کنسله. Demak, hammasini mancha qilib ulgurmasanglar kerak. Mana shu 5-chi mashq qolsin, mashindan boshlab birga qilamiz, chunki layta bilan la'allada sizlar adashishingiz mumkin, birgalikda qila qolinglar. Bo'lganda adashmasanglar. Lekin inna bilan annada ham adashishingiz mumkin, chunki hammasi gap o'rtasidagi. Mana shu 5-chi mashqdan keyingi darsda sinfda buni qilamiz. Oldingi mashqlarni tekshiraman va ulgurgancha qilamiz va qolganini uyiga beraman, tugatib qo'ya qolamiz. Idan at-tadribat al-arba'a. To'rtta mashq bu vazifa. 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 Na'am. Vazifa. Assalomu alaykum. Shukran.